أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الدفاع الهندي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية، مع التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكانياتهما في كافة المجالات. ومن جانبه أكد وزير الدفاع الهندي اهتمام بلاده بتعميق العلاقات التاريخية مع مصر في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها تحت قيادة الرئيس السيسي. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا. تتواصل في العاصمة البريطانية لندن مراسم تشييع جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من كنيسة ويستمنستر أبي التي وصلها الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة ومئات من قادة العالم والمسؤولين لحضور القداس. ويتوقع أيضا مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم مسيرة النعش الملكي وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني في مناطق نيكولايفكا وسفيرسك وتورستيك خلال 24 ساعة الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة وصاروخين من تراز هارم، واعترضت 24 صاروخا آخر من تراز ألدر وهاي مارس. أفاد المكتب التمثيلي لمقاطعة دونستيك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب بأوكرانيا في بيان له بمقتل 427 مدنياً بينهم 21 طفلاً وإصابة 3431 بينهم 120 طفلاً آخرين جراء القصف الأوكراني خلال 214 يوماً منذ بدء العملية العسكرية. وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة تضرر 7477 مبنى سكنيا و 1647 من مرافق البنية التحتية المدنية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2022 والذي أشار إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة في نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي. وبحسب التقرير فإن نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي ارتفعت لتمثل 55% من إجمالي الملتحقين بالجامعات الحكومية، وهو ما يبرز التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات الماضية. تتواصل في محافظة الشرقية فعاليات مبادرة أنت الحياة والتي تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، حيث شهد تنظيم قافلة طبية بتعاون مشترك بين الجامعة البريطانية ومؤسسة حياة كريمة. وقدمت القافلة خدماتها ل 210 مواطنين في الكشف والعناية بالأسنان، كما تم عمل ندوة توعوية لمخاطر سرطان الفم والتي حضرها 100 مواطن، مع حملة توعوية أخرى للأطفال حضرها 50 طفلاً.